أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملاء الأعزاء، أرحب فيكم. أعرفكم بنفسي، أنا جميلة الحساني، حاليا قائد فريق الدعم الأكاديمي في مجلس 6 في مدينة العين، حاصلة على ماجستير في المناهج وطرائق التدريس، مدربة معتمدة في جائزة القائد المؤسس، وكذلك محكمة في جائزة القائد، أيضا مفتشة معتمدة من السي اف بي تي وهو ارتقاء. سابقا كنت طبعا معلمة لغة إنجليزية وموجهة لغة إنجليزية. حياكم الله، ما راح أطول عليكم أكثر عن كذي، ندخل في الموضوع. طبعا هذه الدورة مثل ما أنتم عارفين، أنا انضممت حديثا لهذا الفريق المتميز، فريق التنظيمي والتدريبي لجائزة الشارقة للتميز التربوي، الدورة 27. يسعدني أني أكون معاكم في فئة المعلم المتميز. مثل ما أنتم عارفين، مهما حاولنا أصلا أن احنا نشكر في هذا الشخص اللي أمامنا، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، قد يكون يعني شهادتنا مجروحة فيه. راعي للتميز وراعي لهذه المنظومة التعليمية والتربوية، الله يعطيه الصحة والعافية وطولة العمر، دائما ما يبهرنا بالجديد وبدعمه المتواصل للميدان التربوي. طبعا مثل ما قال الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي، إن بناء المستقبل مرهون ببناء الإنسان، حيث أصبحت القوى البشرية تشكل أهم العوامل المؤثرة في تقدم الدول وتطورها، وبناء الإنسان هو حجر الأساس في التنمية. وأنا عادة ما أقول بأن المعلم هو حجر الأساس في العملية التعليمية والعملية التربوية، هو من الوحيد الذي باستطاعته أن يحدث الفرق في المكان الذي يتواجد فيه، سواء كان في داخل الصف أو في المدرسة أو حتى في المجتمع المحلي من حوله والمجتمع العالمي أيضا. إن شاء الله في نهاية ورشتنا لليوم، نتمنى أنكم راح تلمون باهتمامات جائزة الشارقة للتميز التربوي. كذلك سنتحدث عن شروط الترشيح العامة والخاصة والبرنامج الزمني للجائزة بصورة سريعة جدا. سنتعرف على معايير التميز في جائزة الشارقة، خصوصا فئة المعلم اليوم، الرئيسية والفرعية. كذلك سنتعرف على مكونات استمارة الترشيح، إذا عندنا وقت إن إحنا نمر على استمارة الترشيح والدليل التفسيري، وفي حال ما لحقنا إن شاء الله راح طبعا مثل ما انتم عارفين الاستمارة والدليل متواجدين في موقع الجائزة. ايضا ارحب، قبل لا انسى، ارحب باحدى المعلمات المتميزات الفائزة بجائزة الشارقة للتميز التربوي فئة المعلم، الأستاذة أسماء، هي معانا، راح نلتقي فيها ان شاء الله في نهاية حديثنا لتخبرنا عن بعض الممارسات التي اوصلتها الى هذا التميز. سيكون بعد ذلك ان شاء الله المجال مفتوح للحوار وللسؤال، قدر الإمكان سنحاول أن نجيب على الأسئلة التي ستطرحونها. طبعا مثل ما أنتم عارفين، رؤيتنا هي نشأ واعي بمنظومة تربوية وطنية رائدة، ورسالتنا أن نسعى لبناء نشأ واعي متمسك بثوابته من خلال التحسين والتطوير المستمر للمنظومة التربوية في إطار من التنافسية والابتكار وتقديم خدمات متميزة للمجتمع. طبعا البرنامج على السريع، البرنامج الزمني للجائزة راح يكون، بدأنا الآن حتى شهر يناير في ورش تعريفية بالجائزة، سنبدأ باستلام الطلبات الترشيح في أبريل، 15 أبريل 2021. المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج سيكون يوم الخميس إن شاء الله في جون شهر 6 تاريخ 17 بإذن الله. طبعا مثل ما أنتم عارفين، فئات الجائزة متعددة وعديدة، هذه هي فئات الجائزة. اليوم راح تكون معانا بس فئة المعلم المتميز بإذن الله.
طبعا هناك إضافتين للجائزة لهذه السنة، ألا وهي فئة القائد التربوي وفئة الوظائف الداعمة في الميدان التربوي. اللي يهمنا طبعا المكافآت، مكافأة المعلم ما شاء الله مكافأة سخية يبلغ عددها 6 فائزين، لست فائزين يبلغ مقدارها 240,000 درهم. نتمنى لكم جميعا التوفيق في تميزكم الذي لن يكون نهايته التميز، ولكن سيكون إن شاء الله نقطة البداية لكم في عالم التميز. طبعا فئة المعلم المتميز، مثل ما أنتم عارفين أن المعلم مثل ما قلت قبل هو من المحرك الأساسي، حجر الأساس في عملية التعليم والتعلم. بمقدار ما يعطينا المعلم بمقدار ما ترتقي هذه العملية، وبمقدار هذه المتغيرات التي يواكبها المعلم أيضا نرتقي بهذه العملية، نرى ثمارها على أبنائنا، ونرى ثمار هذا التميز على نتائجهم، ونراها فيما بعد تميزهم في المجتمع. كلما بذل المعلم الجهد الذي يمكنه من أن يمتزج بهذا العصر، خصوصا الآن في هذه الثورة التكنولوجية، كلما أصبح جزءاً فاعلاً في الحياة والاقتصاد. ما نطلبه من المعلم أن يبرز هذه المشاركات، أن يبرز تميزه، أن يكون بالفعل الحجر الأساس والمحرك الأساسي لهذه العملية. منذ فترة كما شاهدنا أحد المعلمين فاز بجائزة المعلم المتميز على مستوى العالم، المعلم رانجيت. عندما رأيت الفيديو الذي تحدث فيه عن مشاركته، استطاع هذا المعلم أن يقول الكلمات الأساسية التي يتميز بها المعلم المتميز: قدرة على التواصل، قدرة على المشاركة، قدرة على مواكبة التغيرات، قدرة على خدمة المجتمع، التعاطف مع التلاميذ، فهمهم، الحرص على خدمتهم، تسهيل عملية التعليم لهم بأقل الوسائل الممكنة وبأحدثها في حالات أخرى، يبذل كل ما يستطيع حتى يستطيع طلابه أن يتعلم ويتغير ثقافتهم، تتغير حياتهم بسبب هذا المعلم. إن شاء الله أنا في نهاية الله راح أعرض عليكم الاستمارة إذا لقيت وقت والدليل التفسيري، ولكن اليوم سأمر على الدليل بشكل سريع معكم، لأن الدليل التفسيري يشرح الكثير من هذه المعايير. الشروط العامة، ما يهمني طبعا الشروط العامة الخاصة أتمنى أنكم تمرون عليها، ما يهمني بالأساس الشروط الخاصة بفئة المعلم. طبعا يشترط حصول المرشح للجائزة على تقدير امتياز في آخر سنتين من السنوات الثلاثة اللي مطلوب أنه يعرض أعماله فيها، أو درجة 2 في تقييم الأداء السنوي عن آخر 3 سنوات متصلة بعام الترشيح. يجب الالتزام بعدد صفحات الاستمارة، وهذا جدا مهم حتى تستطيعون أن تضعون المرفقات والأدلة المناسبة بحيث لا تتجاوز 200 صفحة أو 200 شريحة. عن تجربة سابقة مع جوائز أخرى، حاولوا أن أنتوا تضغطون الملفات، تستخدمون الصيغ التي لا تتحمل الكثير من التي لا تأخذ كثير من الحيز في الاستمارة أو في الأبلودينج سيستم، أن لا تقل خبرة المرشح في مجال التدريس عن 3 سنوات. يحق للمرشح أن يدخل المقابلة الشخصية أو الزيارة الميدانية في حال حصوله على 80% فما فوق خلال مرحلة التحكيم الأولى، وهذا جدا مهم أن تتعرفون على المقابل، أن تعرضون قدراتكم في المقابلة الشخصية والزيارة الميدانية. أن لا يكون المتقدم قد فاز بجائزة الشارقة في نفس الفئة قبل انقضاء 3 دورات من عام الفوز. طبعا لو أرجع لكم، أرجع بال عفوا من أيضا النقاط المهمة في الشروط العامة، أن لا يكون المتقدم أيضا مشارك في نفس الفئة في جائزة أخرى،
لا تنسون هالشيء. إذا كنتم متقدمين في الوقت الحالي لجائزة أخرى مثل جائزة خليفة أو جائزة القائد المؤسس أو أي من الجوائز الأخرى في نفس الدورة في نفس العام هذا، لا يحق لكم أيضا أن تدخلوا بنفس الجائزة أو بنفس الفئة في جائزة الشارقة التربوية. سيلغى أيضا طلب الترشيح أو الفوز في حالة ثبوت عدم صحة أي من الأدلة أو الوثائق المرفقة. مهم جدا أن تكون مالك لهذه الأعمال التي ستقدمها كأدلة على التميز. طبعا عن على السريع، تعب استمارة الترشيح إلكترونيا، لا تقبل استمارة مكتوبة باليد، الاطلاع على الدليل التفسيري بشكل جيد، والتي نفس الدليل إن شاء الله راح نمر عليها اليوم، راح نمر عليه اليوم. ترسل الاستمارات والمرفقات ضمن وحدات تخزين خارجية مع كتابة البيانات الشخصية للمرشح، لا القرص المدمج. وأيضا يلتزم المتقدم للجائزة بعدد الصفحات أو المرفقات المطلوبة للفئة التي يتقدم للمشاركة فيها. يلتزم المتقدم بألا تحتوي الصفحات الواحدة على أكثر من مرفقين. يقتصر تنظيم المرفقات والوثائق الثبوتية عن آخر 3 سنوات دراسية والفصل الدراسي الأول لعام الترشيح. ترقم المرفقات والوثائق الثبوتية وتسلسل وفقا للمعايير. تكون الأدلة والمرفقات الصادرة من الجهات الرسمية مصدقة ومعتمدة. جدا مهمة هذه الإرشادات، لأنه يتم استبعاد الكثير من المرشحين حتى لو كانوا متميزين إن لم يقوموا بتقديم ملفهم بصورة تطابق هذه التعليمات، سيتم استبعاد ملفاتهم. أيضا يلتزم المرشح بتنويع الوثائق، وهي جدا مهمة يا جماعة الخير. أحيانا يقوم المعلم أو يقوم المتقدم لأي جائزة بتكرار الوثائق، وهذا يعتبر ضعف جدا في تقديم الأدلة. كلما كانت الأدلة متنوعة وكلما كانت مركزة على المعيار وتثبت مدى أحقية هذا المعلم بالجائزة، كل ما كانت أفضل. كل ما أبرز المرفق مدى تميزه وشغل المعلم، كل ما كان طبعا في صالح المعلم بشكل أفضل. يلتزم أيضا المرشح بضرورة تطابق الملف الإلكتروني بما يحتويه من وثائق ومرفقات مع الملف الورقي. يرفق المرشح 4 نسخ إلكترونية من الأعمال المقدمة. كذلك يقدم المرشح 4 نسخ ورقية مطبوعة مع استمارة الترشيح الأصلية المعتمدة من المجلس أو من المجلس التعليمي أو الجهة التي تتبعها المدرسة، مع إرفاق 3 صور شخصية بخلفية بيضاء، مع ضرورة إرفاق نسخ من بطاقة الهوية. طبعا أنتم يمكن تشوفون أن هذا كلام روتيني، ولكنه جدا مهم. جدا مهم أيضا اتباع الإرشادات الخاصة باستمارة الترشيح حتى لا نفقد الفرصة في الترشح أو في أن الملف يخضع للتحكيم. بالنسبة لفئة المعلم، هناك 6 مجالات يتم تحكيم المعلم عليها. طبعا المجال الأول والأهم هو الأداء التعليمي، أنا ما أقول أنه الوحيد، ولكن مثل ما أنتم شايفين عليه تقريبا أعلى درجة، وهو المجال الأكثر بروزا في عمل المعلم. فأنا شخصيا أحب أن المعلم أن يوليه جهد خاص حتى يتمكن من إبراز هذا المجال. عليه طبعا الأداء التعليمي التدريسي وعليه 300 درجة، ثم إدارة البيئة التعليمية بيئة التعلم عليها 150 درجة. المجال الثالث هي الكفايات الرقمية، مدى كفاءاته بالنسبة للتكنولوجيا عليه 250 درجة. والمجال الرابع الابتكارات التربوية عليها 100 درجة، الخدمات المهنية المجتمعية 100 درجة أيضا، والمجال السادس هو التنمية المهنية المستدامة وأيضا عليها 100 درجة. طبعا مثل ما أنتم عارفين تعتمد الدرجة النهائية المستحقة للمعلم بعد المقابلة الشخصية أو الزيارة الميدانية. قبل ذلك لا يعد بالنتيجة حتى يتم مقابلة المرشح للفئة. توضح لجنة التحكيم مبرراتها لتغيير الدرجة بعد المقابلة الشخصية. إذا رأت أو ارتأت لجنة التحكيم أن هناك يعني مثلا درجة قد تزيد، أو المعلم أحيانا لم يبرز إمكانياته بالشكل الأفضل، ولكن المقابلة الشخصية والزيارة الميدانية أثبتت عكس ذلك طبعا وبالعكس، تستطيع
تستطيع لجنة التحكيم أن تغير هذه الدرجة. يقوم أعضاء لجنة التحكيم برصد جوانب التميز لدى المعلم والجوانب التي تحتاج للتطوير والتحسين في المجالات المختلفة بعد انتهاء أعمال التحكيم ويعتمدها رئيس اللجنة. نذهب الآن إلى الموضوع المهم في ورشتنا لليوم، ألا وهي مجالات التميز المعلم. نبتدأ بالجزء الأول، الأداء التعليمي والتدريسي. هناك سبع معايير رئيسية في هذا المجال. أولها التخطيط. قد يكون يعني التخطيط، أنا بالنسبة لي التخطيط يظهر لنوعية المعلم الذي سأقوم بتحكيمه أو بتحكيم ملفه أو بحضور حصته. أيضاً التخطيط يبين لي كيفية تصور المعلم أو كيفية نظرة المعلم أو النظرة الشاملة للدرس الذي سيقدمه المعلم. التخطيط أيضاً يبين لي مدى معرفة المعلم بطلابه، بمهارات التفكير، مهارات القرن 21، يبين لي مدى معرفته بالتقييم، يبين لي أيضا مدى تمكنه من طرائق التدريس المناسبة لتحقيق الأهداف. فرغم أنه لا يطالب المعلم بأنه يبرز خطة درسية، ولكن أنا شخصيا أفضل أن أرى خطة درسية مترافقة مع الخطة الإثرائية والخطة العلاجية. مطلوب من المعلم أن يرفق خطة نموذج لخطته الإثرائية وكذلك نموذج لخطته العلاجية. كما تعلمون الخطة الإثرائية هي خطة تصمم للطلبة الذين يحققوا الأهداف والذين وصلوا للمخرجات أو أنجزوا المخرجات المطلوبة منهم، فماذا على المعلم أن يفعل بعد ذلك حتى يمكنهم من مهارات أعلى، من زيادة تحصيلهم الأكاديمي، من رعايتهم، من إبراز مواهبهم، سواء كان بوضع خطة مع إدارة المدرسة، مع معلمين في الأقسام المختلفة، أو حتى بالتعاون مع ولي الأمر أو البيت. فكل ما كان الخطة الإثرائية تشمل أعداد أو ستيك هولدرز، الناس اللي يهتمون بهذا الطفل أو بهذا الطالب، كل ما كانوا مشمولين في هذه الخطة كل ما كان أفضل، كل ما كان أثرها أيضا على تحقيق الأهداف منها كل ما كانت أفضل وأفضل. طبعا الخطة الإثرائية في الوقت الحالي قد يسميها البعض الخطة الفردية، وكذلك الخطة العلاجية. هناك الخطة الفردية بشكل عام قد تكون إثرائية وقد تكون خطة علاجية. الخطة العلاجية كما تعلمون أيضا تصمم للطلاب أو لطلبة، لطالب واحد أو لطلاب معينين تلبي لهم احتياجاتهم التربوية. أحيانا يكون لدينا طلبة من أصحاب الهمم أو طلبة لديهم احتياجات خاصة تعليمية خاصة. أحيانا يكتشف المعلم أن هذا الطالب ينقصه بعض المهارات التي تعرقل من سير التعلم لديه، فيتسبب هذا في تأخره الدراسي، في عدم فهمه، عدم مشاركته. من هنا يضع المعلم خطة مناسبة حتى يستطيع أن يردم هذه الفجوة التي قد تكون حدثت في وقت ما في حياة هذه الطالبة التعليمية. طبعا يفضل في الخطتين ذكر الأنشطة، ذكر الخطة الفترة الزمنية، ذكر الأثر الذي حدثته هذه الخطط. طبعا كما تعلمون هنا مطلوب نموذج لكل خطة، وستخصص 25 درجة لكل خطة. المجال أو المعيار الآخر هي الأداء. المعيار الآخر الاستراتيجيات أو طرائق التدريس. طرائق التدريس نرغب من المعلم أن يبرز خمس استراتيجيات أو خمس طرائق تدريس يستخدمها المعلم أو قام باستخدامها تبين مدى فهم المعلم لهذه الاستراتيجيات ومدى مناسبتها لأسلوبه وأسلوب طلبته، أسلوب التعلم لديهم وأسلوب التدريس الذي لديه. أيضا هل ساهمت هذه الاستراتيجيات في تبسيط ونقل المعلومات؟ هل حققت الأهداف المرجوة منها؟ هل استمتع الطالب عندما استخدم المعلم هذه الاستراتيجيات؟ هل قام المعلم بالصبر
رأي الطلاب، مطالبتهم أو بأخذ رأيهم عن نوعية هذه الاستراتيجيات التي يستخدمها، هل يوافق الطلب عليها؟ هل تعلم الطالب الاستكشاف والاستقصاء وحل المشكلات من خلال هذه الاستراتيجيات؟ هل المعلم يستخدم مع استراتيجيات قائمة على المحاكاة والمناظرة ولعب الأدوار؟ طبعا يعتمد جدا على المرحلة التي يدرسها المعلم. كيفية اختياري لهذه الاستراتيجيات، المعلم يستخدم كثير من الاستراتيجيات، لكن الأهم من هذا اختياره لهذه الاستراتيجيات، هل كانت موفقة؟ هل حققت الأهداف منها؟ كل هذا يبرزه المعلم، وتخصص لكل استراتيجية 16 درجة. طبعا يجب على المعلم أن يرفق أدلة حديثة، يرفق مؤشرات تطبيقها، يؤثر عليه أن يرفق طرق تطبيقها وكيفية توظيفها. وأرجع أقول، أهم من هذا كله، هل هناك نتائج وأثر إيجابي لاستخدام هذه الاستراتيجيات؟ استراتيجية التقييم، أنا نسيت أقول لكم الدرجات الجانبية، واضح أن عليها 60 درجة. يطلب من المعلم أن يرفق 5 استراتيجيات أو أساليب للتقييم. التقييم عملية مستمرة مثل ما أنتم عارفين، أنتم معلمين متميزين، تعلمون جيدا بأن هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها المعلم، قد يستخدمها كتقييم أولي، تشخيصي، بنائي، ختامي، مركزي، أي ما كان، عفوا ختامي، حقيقي، مستمر، قائم على أداء. قد يستخدم المعلم المقابلة، الملاحظة، يستخدم المشاريع، يستخدم العروض التقديمية. أي من هذه التقييم، استراتيجيات التقييم التي يستخدمها المعلم والتي برز دور المعلم فيها، برز من أنه حققت أهداف التعلم، بينت مدى أثرها على الطلاب. أساليب التقييم من أجل التعلم، الهدف ليس فقط أني أنا أستخدم هذه الأدوات لأجمع درجات وأجمع أرقام عن هذا الطالب، ولكني أستخدمها للتحسين وللتطوير ولرفع مستوى الطالب ولمتابعة تطوره، وأيضا كطريقة ليستمتع الطالب بنتائج تعلمه. قد يكون هناك التقييم الخاص بالطالب، التقييم الذاتي أو تقييم أخرى يستخدمها مع طلاب آخرين من أقرانه، أو هناك التقييم التي عفوا التقييمات أو أدوات التقييم التي يستخدمها المعلم حتى يستطيع أن يتابع نتائج الطلاب وتحصيلهم ومدى تقدمهم، وبناء عليه يقوم المعلم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير ذاته ولتطوير استراتيجياته، أيضا لتطوير أداء الطلبة. يذكر هنا أيضا سجلات الطالب وصحف التفكر وملفات الإنجاز وغيرها من ما يسمى بالتقييم البديل. هذه التقييمات جدا مهمة، تكون مشاركة الطالب شيء أساسي أو بشكل أساسي، يستطيع من خلالها الطالب أن يبرز ما تعلمه وأن يكون فخور بما تعلمه خلال عملية التعليم والتعلم. طبعا كل استراتيجية سيذكرها المعلم عليها 16 درجة، طبعا والنتيجة العامة 60 درجة. لا نكتفي أيضا بأن إحنا نقيم الطالب، نتائج الطلبة تبرز لنا الكثير من المعلومات، تعطينا الكثير من المعلومات، سواء كان للطالب نفسه أو للمعلم. للمعلم سواء كان تعبر عن أدائه هو أو عن أداء طلبته. في الوقت الحالي يوجد الكثير من النتائج التي تقوم التكنولوجيا
تقديمها لنا في وزارة التربية والتعليم، لاحظت أن برنامج المنهل يعني يعطي ويوفر الكثير من التحليل للطلاب، ما بإمكان الطالب عفوا المعلم أن يستخدم هذه النتائج بتحليل علمي يستطيع من خلالها أن يصنف هؤلاء الطلاب، يتعرف على مستوياتهم، يتعرف على مهاراتهم، وبناء عليه يعيد تخطيطه، يعيد التفكير في استراتيجياته، يعيد التفكير في بعض الطلبة وكيفية وضع الخطط الإثرائية أو الخطط العلاجية لهم. أيضا يرفق نموذجين لهذا النوع من التحليل، عليه 30 درجة، لكل نموذج يرفقه المعلم 15 درجة. أنا أقول لكم طبعا هي متوفرة، الأهم من هذا كله كيف المعلم استطاع أن يحلل هذه النتائج وكيف استخدمها بالأسلوب الصحيح. يبنى أيضا على التحليل توصيات، ما أثر هذا التحليل؟ لا يكتفي المعلم بإبراز رسوم بيانية عن أداء أو مستويات الطلبة، ولكن كيفية استخدامها أيضا، وأثر هذه الخطط التي وضعها بناء على ما قام بتحليله. الخطط العلاجية وأثرها يجب أن تبنى أصلا على التوصيات أو تبنى على النتائج التي توصل إليها أو وصلت للمعلم. جدا مهم هذا الربط ما بين تحليل النتائج والتوصيات ووضع الخطط بناء على هذا التحليل. أيضا يكتفى بذكر 4 توصيات، 5 درجات لكل منها، والدرجة الإجمالية 20 درجة. صار في كلام بيني وبين عدة زملاء بالنسبة لتعزيز اللغة العربية. طبعا جدا مهم تعزيز لغتنا العربية بأي صورة كانت، المعلم يجب أن يظهر حرصه، سواء كان معلم للغة العربية بشكل أساسي أو معلم لأي مادة أخرى، حتى لو كانت مواد تدرس باللغة الإنجليزية، يجب أن يفخر الطالب بلغته، ويجب أن نعزز هذا الفخر لديه، ونعزز هذه يعني الممارسات التي من شأنها أن ترفع من مدى فخر هذا الطالب بلغته. هل يقوم المعلم بممارسات معينة، سواء كان بالمحادثات، المسابقات، الطابور الصباحي، أي نوع من التفاعل، حتى لو يعني من تجربة سابقة مع إحدى المعلمات اللغة العربية، يعني مجرد وضعها للترجمة لبعض الكلمات أو المصطلحات الهامة التي يستخدمها الطلاب بشكل يومي، أو حتى بقراءتهم للبامفلتس، الإرشادات التي توجد مع علبة الدواء، حتى هذه الأشياء البسيطة عززت من اللغة العربية لدى الطلاب. هناك إجراءات كثيرة بإمكان المعلم أن يقوم فيها لتعزيز اللغة العربية. كل ما ذكر المعلم ممارسة سيعطى، هناك 6 يعني مجالات ممكن أن يذكرها المعلم لتعزيز اللغة العربية، 5 درجات لكل مجال. طبعاً من الأدوار المغيبة أحياناً هي تواصل المعلم مع الشركاء، يلجأ الكثير من المعلمين إلى التواصل مع طلبتهم فقط أو أحياناً مع ولي الأمر، ولكن هناك العديد من الشركاء الذين باستطاعتهم أن يكونوا طرف أساسي في تعلم هذا الطالب، سواء كان وتطوره، سواء كان تطوره العلمي النفسي أو الاجتماعي. من هؤلاء طبعا هم غير الطالب نفسه، طبعا ولي الأمر، المعلمين اللي لهم علاقة بهذا المعلم، الأخصائي النفسي، الأخصائي الاجتماعي، إدارة المدرسة، الموجه التربوي، المؤسسات ذات العلاقة، إن شاء الله حتى العيادة اللي إذا كان الطالب يعاني من مرض مزمن كمرض السكر مثلا، من الأمراض اللي يلاحظ تكاثرها الآن بين يلاحظ كثرتها الآن بين الطلبة. تواصل الطالب مع الممرض، عفوا المعلم مع ممرض المدرسة، والاطمئنان عليه
عليه، ومتابعة ملفه الصحي يعتبر من نوع من أنواع التواصل مع الشركاء. 5 درجات لكل آلية يرفقها المعلم، 6 درجات عفوا لكل آلية يرفقها المعلم للتواصل. ولا تنسون شيء جدا مهم ألا وهو الأثر، هناك أثر لهذا التواصل. يعني مش بس والله أنا أرسلت استبانة وما حد رد علي، أو مثلا تواصلت بس هم مش متجاوبين معي، أنا كلمت الأخصائي، كل هذا كلام ما يمشي. لازم يظهر المعلم مدى قدرته على التواصل مع عدة أشخاص حتى يستطيع أن يوفر الدعم العلمي والدعم الاجتماعي والنفسي لهذا الطالب. أنتقل إلى المجال الآخر ألا هو إدارة البيئة الصفية. بالنسبة لبيئة التعلم، كما تعلمون هناك إدارة البيئة نفسها، الصف نفسه، نبتديها ما هي الاستراتيجيات والقوانين وأنظمة إدارة الصف التي يقوم فيها المعلم، عليها 20 درجة. هل تساعد هذه الاستراتيجيات والقوانين والأنظمة المعلم على إدارته للصف؟ هل تساعد الطلبة على أنهم يتعلمون ويحققون أهداف التعلم؟ جدا مهم أن يظهر المعلم أنه يتبع استراتيجيات وقوانين تساعده على ضبط الصف، وتساعده على ممارسة عملية التعليم والتعلم بصورة صحيحة، وأن هذه القوانين لم يقم المعلم باستحداثها ووضعها بنفسه، وإنما بالتعاون مع طلبته، وأن هناك عواقب إذا أخل الطالب بهذه الاستراتيجيات، كما أن هناك مكافآت عندما يحترم الطالب هذه الاستراتيجيات. نتمنى أن يذكر المعلم هذه القائمة، يرفق 4 استراتيجيات ربما أو طرائق لإدارته للصف وكيفية استطاعته بإدارة صفه، 5 درجات لقائمة القوانين والأنظمة. وهناك حتى لو كان المعلم مع طلبته، مثلا في عندنا قائمة السلوك، المعلم من قائمة السلوك اللي أصدرتها وزارة التربية والتعليم، هل قام بالتبسيطها مثلا خصوصا للطلبة من طلبة من المراحل العليا؟ أحيانا يصعب أن يكون هناك قائمة لا تتحدث عندما يتحدث زميلك أو كذا، من هاي اللي ممكن نستخدمها مع طلاب الأصغر سنا، ولكن هناك قوانين أكثر صرامة وأكثر يعني تفهما لنوعية الطلاب الموجودين في المراحل العليا. على المعلم، يفترض أن المعلم أن يقوم بمراجعة هذه اللائحة مع طلبته ووضع قائمة يستطيع من خلالها إدارة صفه ويتأكد من حسن سلوك الطلبة خلال العملية التعليمية. مثل ما قلت، 5 درجات لقائمة القوانين والأنظمة، وهناك 12 درجة للطرائق والاستراتيجيات، 3 لكل واحدة منها. إدارة الصف نفسه، كيف المعلم يحرص على أن هناك بيئة آمنة للطالب داخل الصف، بيئة آمنة من جميع النواحي، أن الطالب لا يتعرض لمثلا إضاءة، مثلا إضاءة واطية يسمونها، أنا سامحوني أنا معلمة لغة إنجليزية ترى، بس مش معناته ها والله إني بالعربي أمشي حالي، عفوا يعني مش أمشي حالي زينة. المهم الأمن الجسدي والنفسي والاجتماعي والتواصل الاجتماعي جدا مهم في البيئة الصفية. هل تهيئة الصف، هل قام المعلم بتهيئة الصف بحيث أنه يستطيع أن يؤدي مهام المطلوبة منه، وبحيث يستطيع الطالب أن يستمتع بهذه الصف، يستطيع أن ينمو اجتماعيا ونفسيا مع تواصله مع زملائه في الصف وتواصله مع المعلم؟ هل يقوم أيضا المعلم بالتأكد أن الصف مثلا يعني التكييف والتهوية والإضاءة مناسبة له؟ كيف يستطيع المعلم أن يستغل المساحات في صفه، المقاعد مثلا، ترتيب الطاولات، هل هي دائما بنفس الأسلوب؟ هل يخدم هذا الترتيب
الاستراتيجية التي يتبعها المعلم في حالات المناظرة مثلا؟ هل يعيد ترتيب الصف في حالات التعلم التعاوني؟ هل يقوم المعلم أن يحرص بأن المجموعة تكون متقاربة وأن تكون حركتهم بالصف سلسة وسريعة بحيث أنه ما يضيعون وقت وهم يعيدون ترتيب الصف وإلى آخره؟ كل ما كان المعلم يستخدم استراتيجية أو طرق تمكنهم من التحكم في المساحة اللي موجودة عنده في الصف، كل ما كان أفضل. إبرازها المشكلة، كيف استطاع المعلم أن يبرز هذه الاستراتيجيات للتحكيم حتى يستطيع أن يأخذ منهم الدرجة؟ ها وايد مهم أني أنا أجد طرق كمعلم أني أنا أبرز تحديدي أو طريق في إدارة بيئة الصف. مثل ما أنتم عارفين أيضا هناك البيئة النفسية، عفوا ما قلت، بس 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 ليش سكيب؟ ليش؟ جدا مهم أيضا أن لا يتعرض الطالب للأذى الجسدي والنفسي أو للتنمر، سواء كان من الطلبة أو من المعلم. يخطئ الكثير من المعلمين أحيانا بطريقة المزح، يعني طريقة المزح أحيانا تكون جارحة ومهينة للطالب من غير ما يكون قصد المعلم، لكن المعلم يجب أن يحرص أن يكون يعني أن يراعي نفسية الطلاب، أن لا يتعرض لهم بطريقة غير مباشرة أو غير مباشرة، بطريقة قد تسيء إليهم أو قد تشعرهم بعدم الأمان أو عدم الراحة في المكان التعليمي. البيئة الاجتماعية أيضا من المهم جدا أيضا أن يرفع المعلم مستوى التفاعل. يجب أن يخلق داخل صفه بيئة اجتماعية من التواصل بحيث أنه يحفزهم ويشجعهم على أنهم يتواصلون ويتحدثون بحرية ويبدون رأيهم، يعطيهم أدوار تبرز إمكانياتهم ومواهبهم، يوظف هذه المواهب في المجموعات، وأيضا أن لا يركز على دائما على إعطائهم نفس الأدوار بحيث أنه يصبح مثل طابع على جبينهم أن هذا الطالب كل ما يستطيع أن يفعله أن يسجل مثلا، يسجل فقط شيء ما في المجموعة. هناك تبادل في الأدوار، هناك أدوار قيادية وأدوار فنية وأدوار اجتماعية يبرزها المعلم بطرائقه واستراتيجياته بالتعامل مع البيئة الاجتماعية في الصف. يمكن أن للمعلم أن يذكر 6 إجراءات لإدارة البيئة الصفية: 2 لبيئة الصف المادية والفيزيائية، و2 لبيئة الصف النفسية، و2 لبيئة الصف الاجتماعية، 15 درجة لكل منها، الدرجة النهائية لهذا المعيار 90 درجة. من إدارة بيئة التعلم أيضا مدى مشاركة الطلبة أو تشجيع المعلم طلبته على المشاركة في المسابقات العلمية والتربوية المختلفة، سواء كان على مستوى المدرسة أو على مستوى المنطقة أو على مستوى الوزارة، مستوى الدولة، أيضا على مستويات أعلى إن استطاع المعلم ذلك، أو إن كانت مثلا توفرت له فرص أن يشارك طلابه مسابقات عالمية. نتمنى أن يذكر يكتفي يعني يكتفى بذكر واحدة لكل من هذه المسابقات التي شارك طلابه فيها. أيضا أنا من الناس اللي أحب أعرف ما دور المعلم في هذه المسابقات، هل اكتفى بأن أرسل أسماءهم أم أن هناك دور أكثر فاعلية في دعم الطلاب في للمشاركة؟ وأيضا في حالات الفوز أيضا يذكر المعلم أيضا هذه الحالات، هل تم ترشيحهم مثلا، هل فازوا في مسابقات؟ كل ما كان هناك حالات فوز وحالات ترشيح كل ما كان أفضل، يدرج لهذه المعيار 96 درجة. انتقل للمجال الثالث ألا هو الكفايات الرقمية للمعلم. في الآونة الأخيرة، الفترة الأخيرة، رأينا مدى التطور الكبير الذي حدث في خلال عملية التعلم عن بعد. تطورنا صار، كنا نستخدم المنصات بنسبة 10% ثم 45% ثم 100% في بعض المدارس. ما دور المعلم في هذا الإبداع؟
ما في الابتكار، في قيادة التعليم والتعلم الذكي. ما حدث سابقا قبل ما نبدأ التعلم عن بعد، من حسن حظنا يمكن أن إحنا بدينا التعلم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني من السنة الأكاديمية الماضية، وكذلك ما زلنا عليها ونأمل بالاستمرار عليها. هذا أعطتنا فرصة لاكتساب الكثير من الخبرات. على المعلم أن يظهر هذا الإبداع مدى مشاركاته، كيف استطاع أن يستغل المنصات الرقمية، كيف استطاع أن يستخدم التقنيات، كيف استطاع أن يحقق النواتج عفوا عفوا ما ادري شو صار. المهم انه كيف استطاع المعلم ان يعني يستخدم كل هذه التقنيات حتى يستطيع ان يحقق النواتج المستهدفه منه. طبعا هل استطاع المعلم ان يعزز التعلم الذاتي لدى الطلاب؟ جدا مهمه هذه النقطه. يعني هناك اساليب يجب ان يتعلمها الطالب ويلتزم بها، فيها الكثير من المهارات التي تمكن هذا الطالب من أنه يلتزم، أنه يعلم ذاته، أنه يفهم طرق تعلمه، أنه يستخدم هذه المهارات حتى تكون له مهارات مدى الحياة يستطيع أن يستخدمها في المستقبل. هل عند المعلم أو هل يمتلك هذا المعلم مهارات حل المشكلات؟ هل يستخدم التخطيط المستمر؟ هل يطور ويصمم ويختبر ويقيم هذه الاستراتيجيات حتى يستطيع أن تكون، طبعا أنا أتحدث الآن على الاستراتيجيات الرقمية، بحيث أنها تخدم مهامه التعليمية والتدريسية. هل استفاد المعلم من التكنولوجيا المتوفرة والأدوات الرقمية أيضا للتحليل وقراءة البيانات واتخاذ القرارات المناسبة بناء عليها؟ طبعا هذا راح يرجع وراح يبرز أيضا من خلال المعيارين السابقين اللي موجودين في المجال الأول، ألا هو التدريس، مجال التدريس. هل استطاع الطالب أيضا أن يستخدم التقنية، عفوا استطاع المعلم أن يستخدم هذه التقنيات الرقمية لتتبع وتقييم الطلبة على جميع مستوياتهم، وتفعيل أدوات تعزز التقييم الذاتي للطلبة؟ يعني خلال التعلم عن بعد رأينا الكثير من الأمثلة كيف استطاع المعلمون أن يجدوا من المنصات الإلكترونية أو من الأدوات الرقمية أو من الأبس اللي موجودة بكثرة واللي كنا عادة يعني نتجاهل وجودها، يعني رأينا كم رهيب من هذه الأدوات تستخدم للتقييم الذاتي وللتفاعل، تشجيع الطلاب وزيادة تفاعلهم. والأهم من هذا، هل استطاع المعلم من خلال استخدامه للأدوات الرقمية أن يشجع الطلبة على التفكير الإبداعي والابتكاري؟ كل بند من هذه البنود عليه 10 درجات يرجى قراءتها بتأني، حتى والبحث بالطرائق التي بالفعل تبرز مدى إبداع وابتكار المعلم في قيادته لعملية التعليم في خلال هذا التطور المهول الذي حدث في الآونة الأخيرة. أيضا هل هناك جودة في تفعيل هذه الأدوات؟ يعني إحنا رأينا الكثير من المعلمين يفعل المنصات التعليمية، لكن هل هناك جودة بالفعل؟ هل المعلم يصنع المحتوى الرقمي؟ هل استطاع من خلال استخدام خلص دوري استخدام أوكي ما أدري شو السالفة. هل استطاع المعلم من خلال استخدام المنصات التعليمية الرقمية وأدواتها أن يبرز هذه الخبرات وهذه الأنشطة التعليمية بطريقة مبتكرة، بحيث أنها أصبحت داعمة للطلاب وتثري تعلمهم وتثري حياتهم، خصوصا في عندما نتحدث عن جودة الحياة في الوقت الحالي؟ أيضا هل استطاع المعلم أن يراعي جودة حياة الطلاب من خلال تفعيل هذه الأدوات، من خلال الواجبات؟ هل هي كانت مقننة بطريقة بحيث أن الطالب ينجزها من غير ما تعيق حياته الاجتماعية؟ هنا يستطيع المعلم أن يبرز مدى حرصه على تفعيل هذه الأدوات بطريقة فعالة وبجودة عالية دون أن يتأثر الطلاب
اجتماعيا ونفسيا من استخدام هذه من هذه عفوا المنصات. ايضا هل حققت هل تم تحقيق التوازن بين الانشطه المقدمه؟ هل تم ايجاد بيئه مشجعه على التفكير الناقد وحل المشكلات والتعاون؟ على المعلم ان يعيد قراءه هذه التفاصيل بحيث انه يمكن تمكنها من ابراز اكثر اكبر عدد ممكن من هذه الادوات والمنصات التي تستخدمها، واجاد استخدامها واجاد تفعيلها. هناك 10 درجات لكل بند من البنود التي سيذكرها المعلم، كل ما اذا ذكرتوا 6 فانتم خذيتوا 60 درجة. أذكركم مرة ثانية، حاولوا أن ما تكررون الأدلة عندما تتحدث عن الجودة. لاحظ أنها ليس تفعيل فقط، ليست أدوات، ليس ذكر الأدوات. عند هنا يجب أن تظهر التميز، تظهر أنك أنت هناك أثر، هناك ناتج، هناك تحقق كثير من يعني الأهداف والتعليمية والكثير من المخرجات التي يرغب المعلم أن يحققها باستخدام هذه الأدوات. من الكفايات الرقمية أيضا التي نرجو أن يبرزها المعلم مدى تعاونه وتواصله، الرقمي، استخدامه للوسائل الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، الشبكات التعليمية، المنصات الرقمية، تفاعله مع الطلاب، تفاعله مع أولياء الأمور، تفاعله مع المجتمع من حوله، مع المؤسسات الأخرى، لتحقيق هذه الشراكة. جدا مهم أن على الأقل أن المعلم يبرز 6 بنود من هذه البنود، 5 درجات راح تكون لكل بند بما مجموعه 30 درجة. أيضا من المسؤوليات التي أوكلت للمعلمين وللمدرسة في الآونة الأخيرة مسؤولية المواطنة والمساءلة، المسؤولية الرقمية، الأمن الرقمي، الأمن في استخدام الإنترنت والتقنيات. ما دور المعلم في تحسين وتعزيز المواطنة الإيجابية؟ كيف استطاع المعلم أن يدعم التعليم الآمن والاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه لتقنية المعلومات، سواء كان البلاجيرزم يعني اللي هي ما تحضر السرقة الأدبية عفوا، أو مثلا الاستخدام تمثيل نفسه، تمثيل وطنه، تمثيل أخلاقياته في هذه المواطنة الرقمية. أيضا ما هو دور المعلم في تعزيز الوعي العالمي، يعني نشر ثقافة التسامح، الأخوة الإنسانية، القيم الأخلاقية؟ كل الإجراءات التي اتخذها المعلم لتعزيز هذا المعيار عليها 10 درجات. يفضل يعني 10، قد تكون هناك مثلا 3 أساليب لكل منها 10 درجات. كل ما كانت هذه الأساليب متميزة وحققت المرغوب منها، كل ما كانت الدرجة عالية. أيضا من الكفاءات الرقمية التي نتمنى من المعلم أن يبرزها هي واللي ذكرتها من شوي، تعزيز جودة الحياة. وقد يكون هذا المعيار بالذات يعني له أهمية كبيرة في الوقت الحالي، ومن رؤية دولة الإمارات الأولوية في أولويات رؤية دولة الإمارات التي في الوقت الحالي نعمل على تعزيزها في جميع المؤسسات وجميع الجوائز وجميع القرارات التي تتخذ من الآن وصاعدا، ألا وهو تعزيز جودة الحياة، حياة الطالب، توفير فرص متكافئة للطالب على مختلف مستوياتهم، احتياجاته الصحية والنفسية والاجتماعية، أيضا إعطائه الإرشادات الكافية لحماية
نفسه وحماية الآخرين على شبكات الإنترنت من التنمر الإلكتروني وغيره. أيضا هل يقوم المعلم بتقديم الدعم من خلال فتح قنوات للاتصال بينهم؟ يعني لا يكتفي المعلم لا نكتفي أن يقوم المعلم بوضع قائمة إرشادات، ولكن يجب أن يكون هناك قنوات مفتوحة بين المعلم هل يشعر والطلبة، هل يشعر الطالب بحرية تامة للتعامل مع معلمينه بحيث أنه يستطيع أن يتحدث عن مشاكل تقنية واجهت، مضايقات أو تنمر عبر الإنترنت؟ فعلى المعلم أن يبرز أنه قد فتح هذا الباب أمام طلبتي وباستطاعتي أن يقدم الدعم اللازم لتحقيق جودة حياة الطالب. أيضا يهمنا جدا أن المعلم استطاع مثلا من خلال بعض الإجراءات التي يقوم فيها أنه يوفر تكافؤ فرص متكافئة ومساوية لجميع الطلبة. هل من الأمثلة التي مذكورة أمامكم مثلا أحيانا قد يقوم المعلم بتسجيل الجلسات التدريسية أو التعليمية حتى يستطيع أن يتشارك الطلاب يشاركها مع الطلاب، حتى يستطيع الطالب الغائب أو الطالب الذي لديه ظروف معينة ولم تمكنه من حضور الدرس أن يعود إليها في وقت لاحق؟ هل قام المعلم بمراعاة كمية الواجبات؟ أحيانا المعلمين عددهم مثلا 6، كل معلم في المدرسة يعطي هذا الطالب كمية من الواجبات بحيث ترهقه نفسيا وجسديا ولا يتمكن من إنجاز المطلوب منه. هل راعى المعلم هذا الموضوع؟ هل راعى أن الطالب لا تكون الواجبات والمهام ممتعة وسريعة ويستطيع أحيانا أنجزها خلال فترة معينة في الصف أحيانا؟ ما على المعلم إلا أن يبرز مدى مرونته ومدى تعاونه مع طلبته والمعلمين الآخرين وإدارة المدرسة حتى يستطيعون أن يحققون جودة عالية للحياة للطالب. طبعا لكل بند يذكره المعلم هناك 6 درجات ما مجموعه 30 درجة. عندما نتحدث أيضا عن الكفاءات الرقمية نتحدث عن التطور المستدام الذي يقوم، هل يعني المعلم المتميز يسعى دائما إلى تنمية وتطوير قدراته الإلكترونية بما يتناسب ومهنته؟ كيف استطاع هذا المعلم أن يدعم مجتمعات التعلم المهنية؟ هل في المدرسة نفسها هل يتبادل مع معلمين آخرين مثلا بعض هذه الأدوات الرقمية؟ هل يحرص على تدريب الآخرين سواء كان من معلمين زملاء أو معلمين آخرين في مدارس أخرى، زملاء من مدارس أخرى، أو حتى على الصعيد المدرسة النطاق أو المجلس التعليمي؟ أي بند يذكره المعلم في هذا المجال سيكون هناك 15 درجة. يعني مطلوب من المعلم أن يبرز بندين رئيسيين حتى يستطيع أن يأخذ 30 درجة. المجال الآخر الابتكارات التربوية. طبعا من الآن سنتحدث عن إجراءات سريعة يقوم فيها المعلم أو مشاركات تعزز تميز هذا المعلم بمشاركاته سواء كان مثلا البرامج والأفكار الابتكارية لخدمة العملية التربوية، تجريب مثلا طرق تدريس جديدة، استخدام تطوير التعلم مثلا النشط. كلنا نتحدث عن التعلم التعاوني قبل التعلم عن بعد، قبل هذا التطور الإلكتروني، لكن خلال التعلم عن بعد وخلال الاستخدام للمنصات، هل استطاع المعلم مثلا أن يبتكر أو أن يفكر بطرق بحيث أنه يفعل هذا النوع من التعلم التعاوني، جمع الطلبة مثلا مجموعات في التيمز مثلا؟ هل استطاع أن يفعل استراتيجيات التعلم النشط؟ هل استطاع المعلم أن يشارك في منتديات إلكترونية تربوية مثلا للمشاركة ممارساته
التربوية والتعليمية مع زملاء آخرين. أيما كان المشاركات، سوف نكتفي بثلاث برامج أو ثلاث أفكار ابتكارية، لكل منها 20 درجة، مجموعه 60 درجة لهذا البند. أيضا ليس فقط المعلم من يبتكر، ولكن نريد أن نرى دور المعلم في تشجيع الطلبة على الابتكار. أي من الإجراءات أو من الأفكار أو المناقشات التي يشارك فيها المعلم طلبته حتى يمكنهم من التخطيط والتصميم والابتكار والتقييم؟ كل ما ذكر المعلم مثلا استراتيجيات معينة أو أدوات أو إجراءات قام بها مع طلبته لتشجيعهم للابتكار، كل طريقة أو كل فكرة أو كل إجراء سيكون لثمان درجات، ما مجموعه 40 درجة. أنتقل إلى الخدمات المهنية المجتمعية. حليمة نبهيني إذا أنا خذيت، أنا تراني وايد أتكلم. خدمات مهنية مجتمعية عليها بعد 100 درجة. أولاً، هل هناك للمعلم مشاركات خاصة بالمناهج والكتب؟ يعني أبسطها، هل يقوم المعلم بكتابة ملحوظات عن البرامج، عن الكتب التي يستخدمها؟ هل يرسلها؟ هل يشاركها؟ هل يقوم بوضع إجراءات معينة خاصة بتطوير أو بقيادة المنهج بالذات؟ هل يستطيع المعلم أن يطوع المنهج بما يتناسب، والكتب الدراسية طبعا بما يتناسب وطلبته ومخرجات التعلم التي يفترض عليه أن ينجزها؟ 4 درجات لكل فكرة أو لكل إجراء قام به المعلم لتطوير المناهج. أيضا، هل شارك المعلم في كتابة أو تأليف كتب أو نشرت له، سواء كان محلية خارجية أو دورية؟ هذا البند عليه 20 درجة. يمكن للمعلم أن يذكر مثالين لمشاركاته، سواء كان إلكترونية أو الكتاب العادي، مشاركاته في تأليف كتب سواء كان قصص أو مجالات تربوية أو مشاركات من أنواع أخرى، مثل المشاركات في مجلات الجامعة مثلا أو أيا كان هذه المشاركات. نكتفي ب2 لهذا البند. أيضا من المعايير أو من الإجراءات اللي نتمنى أن نراها بكثرة في الميدان التربوي، إجراء البحوث الإجرائية. هل قام المعلم مثلاً بالمشاركة أو بالبحث، سواء كان منفرداً أو مشتركاً؟ يعني بحوث، هل قام ببحوث إجرائية تمكنها من مثلاً حل مشكلة ما عنده في المدرسة، في طلبته، في مادته، بحيث أنه يستطاع أن ينشر هذه النتائج ومناقشتها ووضع توصيات عليها؟ طبعا هم حاطين هنا في مراجع، يعني يشترط في هذا البحث أن يكون طبعا يتبع طبعا القوانين اللي خاصة بالبحوث، من ضمنها طبعا أنه يتبع نظام الـ APA في توثيق المراجع التي قام ب أنا تقريبا خذيت الوقت وزيادة، راح أكمل 2 دقيقة بعد في باقي الإجراءات، باقي المعايير. عندنا 20 درجة لخدمة البيئة والمجتمع، أيا كانت هذه الخدمات، على 4 درجات لكل منها. أيضا هناك خدمات خاصة بالتحفيز المشاركة، هل هناك دورات، هل تحفز الزملاء على المشاركة؟ كل الفائزين نتمنى أنهم فيما بعد أنهم يكونون سفراء لهذه الجائزة، ولكن قبل ذلك، قبل الحصول على الجائزة، هل قام المعلم مثلا بتحفيز الزملاء، بالتواصل معهم حتى يتمكنوا من أيضا المشاركة في الجائزة؟ آخر بند عندنا البند السادس، التنمية المهنية. طبعا لا نكتفي فقط بالمشاركة، ولكن نتمنى أن يذكر المعلم خطط لتنميته المهنية، مدى استمراريتها، مدى استدامتها،
وستتفوق 3 درجات لكل من المجالات الخاصة بالتنمية المهنية. هناك المشاركة في المحاضرات، وهناك تنفيذ الدورات والمحاضرات والورش، وأيضا هل المعلم عضوية في لجان معينة وورش عمل معينة على مستوى أعلى من مستوى المدرسة. طبعا على مستوى المدرسة، ولكن أتمنى أني أشوف مشاركات خارج مستوى المدرسة. كيفية تبادل الخبرات مع الزملاء والمعلمين، وهل هناك جوائز حصل عليها المعلم سابقا؟ يعني شوفوا ما شاء الله، يعني حتى لو كنت فزت بجائزة راح تعطى درجة لكل جائزة فزت فيها على مستوى سواء المدرسة، النطاق، الوزارة، أيا كانت الجوائز اللي حصلت عليها والميداليات، سيكون هناك درجة مخصصة لهذا البند. أيضا المشاركة في المؤتمرات والملتقيات، وسواء كان إلكترونية أو مباشرة. وأيضا هل يقوم المعلم بتقييم ذاته باستمرار؟ التقييم الذاتي جدا مهم، توظيفه، التفكير التأملي، كيف يستطيع المعلم من خلال التقييم الذاتي أن يبني خطة التنمية المهنية الخاصة به. طبعا ما راح استعرض معكم الاستمارة، أعتذر على الإطالة. أتمنى الحين من الأستاذة أسماء، شكرا لكم جزيلا على استماعكم، ومستعد راح ناخذ أسئلتكم إن شاء الله بعد شوي، لكن أدعو الأستاذة أسماء لمشاركتنا ببعض الممارسات اللي أو نصائحها أو ما تتمنى أو يعني شو يسمونه مقترحاتها، حتى يستطيع المعلمين أيضا التمكن من الفوز في فئة المعلم المتميز. شكرا لكم، تفضلي أسماء. شكرا أستاذة جميلة، الصوت واضح؟ واضح أستاذة، تفضلي. واضح. طب ممكن حضرتك بس تقفل الشير عشان أقدر أعمل شير من عندي. هل الشاشة واضحة؟ واضح أستاذة. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم معلمة وأفتخر سماء عبد الغني، فائزة بفضل الله ودعم القيادات بجائزة الشارقة في دورتها 26. في البداية أحب أن أشكر الأستاذة جميل على الشرح المستفيض لمعايير فئة المعلم المتميز، يعني حضرتك كفيتي ووفيتي بجانب شرح المعيار الجديد في الدورة 27. سأحاول في عجالة في 10 دقائق يعني إعطاء بعض النقاط العامة، وقد تكون يعني هامة قد تضيء الطريق للزملاء والزميلات في التقديم للجائزة إن شاء الله، ومن أجل إعطاء فرصة أيضا لفقرة الأسئلة. أتوجه أيضا بجزيل الشكر والتقدير والعرفان لإدارة الجائزة وفرق العمل المختلفة على تذليل الصعاب والتنسيق الراقي في كل مراحل الجائزة وصولا لهذه المرحلة، لاختياري لعرض تجربتي في خوض المنافسات، والتي كثيراً ما حرصت على حضور مثل هذه اللقاءات في الأعوام السابقة، وكنت والحمد لله على يقين أنه سيأتي اليوم الذي أشارك فيه هذه التجربة المميزة، والتي تعتبر علامة فارقة في مسيرة أي معلم في مهنته السامية. فبالرغم من جميع التحديات جاءت تجربة الفوز صراحة محملة بكثير من مشاعر الفخر والتقدير والاعتزاز، وخاصة أنها شهادة تميز من أول جائزة تربوية على مستوى الدولة برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي رعاه الله. جاءت النتيجة لتنير الطريق إلى مزيد من التطوير القائم على معايير عالية في الأداء المتميز. الفوز ليست نهاية الدورة، ولكن هو بداية أخرى لجوائز إن شاء الله، وبداية لأكثر ثباتاً وإيماناً بأن المعلم يستطيع أن يكون ضمن الصفوة بإذن الله تعالى.
أعطتني فرصة الفوز، هذه الفرصة القيمة في نشر أفضل الممارسات عن طريق هذا المنبر لأكون بينكم اليوم. حقيقة السؤال الذي يطرح نفسه الآن ويدور في ذهن كل من يحضر معنا اليوم، لماذا يجب أن أرشح نفسي؟ لو كان عندكم أي شك فالإجابة هي بكل بساطة أنك تستطيع التقدير وتستحق التقدير والتميز. فكل معلم سعى للحضور هذه الدورة، وإن شاء الله أي معلم سوف يتابع مشاهدة الحلقة المسجلة هو فعلا معلم متميز يبحث عن التميز ويستحق بجدارة أن يكون من ضمن المكرمين. فلماذا لا تكون أنت الفائز القادم؟ جميل أيضا أن يفتخر بك أسرتك الصغيرة والكبيرة وطلابك في المدرسة بل أفراد مجتمعك في كل محفل، لأنك قد كرمت من هذه الجائزة التي لا ينالها إلا حقا من يستحق التكريم. فلماذا لا تكون أنت الفائز بإذن الله؟ أنت حقا معلم استثنائي، كل من حضر اليوم هو معلم استثنائي. واجهنا جميعا تحديات التعلم عن بعد بكل شجاعة من أجل طلابنا، فصابرنا الليل بالنهار لكي لا يتوقف التعليم لحظة في مثل تلك الظروف التي واجهت العالم، وقد حرم منها الكثير في كثير من البلدان. فلماذا لا تكون أنت هذا المعلم الفائز بإذن الله تعالى؟ الآن كيف يمكن أن نأخذ الخطوات من أجل هذه اللحظة، لحظة التكريم؟ هي خطوات سهلة بسيطة ولكنها طريقك الوحيد لمنصات التتويج. ابدأ الآن، لا تضيع الوقت، علينا فقط أن نبدأ اليوم بل من هذه اللحظة. حدد بلونين مختلفين بعد تنزيل الدليل الاسترشادي من على الموقع ما لديك وما الذي تحتاج إلى إنجازه في الفترة القادمة. حدد ما ينقصك وضع خطة جيدة في الفترة القادمة. قد تقف عند كثير أو قليل من النقاط في الدليل أو الاستمارة التي تشعرك بأنك لا تستطيع الترشح، ولكن كل ما عليك فعله حقيقة هو الاستمرار. لا تتوقف، تجاهل النواقص إن وجدت، وابدأ بحيث ما تشعر بأنه لديك، حيث يمكن أن تشعر بالإنجاز. لا أخفيكم سرا يعني أني حاولت تقدم الجائزة أكثر من مرة في الأعوام السابقة، ولكني كنت أقف دائما عند ما كان ينقصني في استمارة الترشيح، وكنت لا أستمر في المحاولة، وكنت أتخيلها تحديات، ولكني أيقنت أنها كانت مجرد تحديات وهمية نضعها لأنفسنا فقط لنبرر عجزنا عن الاستمرار لتحقيق الهدف المنشود. الفائز حقا هو من لا يتوقف عند نقطة أو معيار ينقصه، بل يسعى لكي يبرز نقاط قوته في المعايير الأخرى. أنا على يقين أنكم ستجدون لديكم ما يفوق المطلوب من الأدلة، ويأتي هنا التعامل الدقيق في اختيار الدليل المناسب للمعيار المطلوب، وهذا هو التحدي إذا جاز التعبير. يوجد عوامل الفوز، وهي أن نبتعد عن كل ما يمكن أن يثير لدينا أي إحباط سواء وسواس داخلي أو خارجي يهمنا بأننا لا نستطيع. أن تثبت نفسك أنك تستحق التميز بجدارة. ابقي على تواصل مع كل من يعطيك الدعم الإيجابي وهم كثر في الميدان، قيادات، أولياء أمور، طلاب داعمين، زملاء. ثق بالله طبعا وفي قدراتك وفي نفسك، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. ثق بأنك تستطيع أن تقدم إنجازاتك في كل معيار بأفضل صورة ممكنة. فما زال لدينا الوقت الكافي للاطلاع على الدليل التفسيري وقراءته بعناية شديدة وموائمة ما لديك من أدلة ومرفقات داعمة لك. كل ما علينا هو اختيار أقوى الأدلة. ماذا يطلب منا كل معيار؟ مثلا إذا طلب المعيار 3 أدلة أو 5 ولديك زيادة عن ذلك، حاول أن نقوم بالاختيار الأفضل والأقوى أثراً، مثلما تفضلت أستاذة جميلة
الدليل الذي لديه الأثر على المستهدفين، سواء كان طلاب، زملاء، أولياء أمور، الإدارة المدرسية، هو يعتبر من الأدلة القوية بإذن الله تعالى. حاول على قدر الإمكان دعم استراتيجيات التدريس. طبعا لدينا معيار عن تقديم ما يعني أدلة لتطبيق استراتيجيات تدريس وتقييم. كلما استطعنا أن نرفق بعض المقاطع المسجلة بالصوت والصورة لتوضيح كيفية توظيف هذه الاستراتيجيات كلما كان أفضل. اجعل ملفك منظم، يعني سهل الوصول المحكم إلى جميع المرفقات، فهذا أكيد يعطي انطباع جيد. في النهاية يعني الصراحة نصيحتي الوحيدة، استمتعوا بتلك اللحظات الرائعة التي تجمع فيها لقطات من سنوات مرت في حياتك المهنية. 3 سنوات مرت، سوف تقوم باختيار أفضل ما لديك، وهذه هي الفرصة لتعيد ترتيبها وتصنيفها في محطات مميزة في كل مجال من مجالات الجائزة. اعتبرت نفسي فائزة حقا، وأنا أسترجع شريط الذكريات وأنا أقوم بإعداد الملف. كنت سعيدة بالرغم من الإرهاق أحياناً، ولكنها لحظات تستحق التوثيق بكل حب وفخر. ولا ننسى كلمة أخيرة، أننا نعيش في دولة اللامستحيل. فنلقاكم على منصات التتويج بإذن الله تعالى، وسوف تكونوا أنتم موجودين في مثل هذا المكان لتعرضوا تجربتكم في العام القادم بإذن الله تعالى. وشكراً لإعطائي هذه الفرصة، والمجال الآن مفتوح للأسئلة. شكراً لجميع المنظمين على هذه الورشة الرائعة. شكراً أستاذة سماء، الله يعطيك العافية. أعزائي الحضور، نستقبل الآن جميع استفساراتكم وتساؤلاتكم. يرجى الضغط على أيقونة ريس هاند للرد عليكم. مريم محمود، ممكن تطرحين السؤال اللي بترد عليك إن شاء الله الأستاذة جميلة الحساني. تفضلي مريم. أنا شفت أسئلة وايد في الشات يا حليمة، هل تسأل سؤالها؟ مريم، أستاذة مريم، هل تدرس؟ تمام. الأستاذة ياسمين تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا شكرا لجميع القائمين على الجائزة وعلى هذه الورشة، والله توفيتوا ووفيتوا، لكن لدي 3 نقاط لو سمحتم. طبعا أنا شاركت قبل الآن في جائزة الشارقة ما شاء الله، يعني والدليل التفسيري موضح، لكن في نقطتين استوقفوني. يعني أنا كمعلمة رياض أطفال لغة إنجليزية، لا يوجد لدينا منهج، يوجد لدينا CCSS اللي هو Common Core State Standard اللي هو المعايير العالمية، يعني مخرجات التعليم. فنحن نقوم بإعداد كتيبات كاملة من A to Z، ولا شيء من النت، يعني كتيبات نحن نقوم فيها. فهل هذا يدعم نقطة دعم المناهج التعليمية؟ يعني هل الكتيب الذي أنا أضعه في خدمة الطلاب، طبعا أقوم بإعداده كامل من دون إحضار أي ورقة من الإنترنت، هل هذا يدعم نقطة دعم المنهج التعليمي؟ نعم، هذا بكل بساطة نعم. أوكي، سؤالي الثاني بالنسبة لنشر الكتب وتأليف الكتب، يعني أنا مثلا شاركت في إعداد كتاب مشترك. عفوا أستاذة، ممكن أسألك سؤال؟ الكتيب تم توفير مخرجات تعلم وكتيبات من الوزارة أو لا، من في جهة معينة؟ لا نحن يعني أنا قمت فيه شخصيا، لأنه نحن في مدرستنا منهج أمريكي، لا نستخدم كتب الوزارة. عفوا، أنت مدرسة خاصة؟ نعم أيوة. كاملة بوضع هذا الكتيب بالتعاون مع زملائك، خذيتي عليه مثلا مرجعية علمية؟ نحن مثلا نضع الهدف التعليمي أو يعني نأخذ هذا المرجع من خلال المخرجات التعليمية العالمية، we can choose، نختار الهدف ونعد الأوراق المناسبة لهذا الشيء ونجمعهم في كتيب.
هذا هو السؤال. مادام هذا شيء في خدمة المنهج وخدمة التعليم، خدمتك أنت وطلبتك، أتوقع إن شاء الله أنه راح يكون يعني راح يكون دليل زين يعني إن شاء الله. لأنه بصراحة هاي النقطة شوي بالنسبة لنا ستيل يعني غامضة، أنه دعم المنهج التعليمي. يعني شوف الدعم المنهج أيضا يعني يأتي من وضع الملاحظات، تطويره، استخدام مثلا أدوات إثرائية، إثراء المنهج نفسه، المساعدة في مثلا مثل تطويع المنهج مع بقية الزملاء، بحيث أن إحنا نستطيع أن يعني نستطيع أن نحقق الأهداف المرجوة من خلال مثلا أحيانا المناهج تأتي بعض الكتب أحيانا تأتي مثلا مجملة نحن نقوم بتفصيلها. صحيح. فكل هاي تعتبر من المشاركات أو الإجراءات اللي أو المساهمات لتطوير المنهج. طيب شكرا. معلش سؤال آخر لو سمحتم. تفضلي. بالنسبة لتأليف الكتب أو نشر كتاب، يعني مثلا نحن اشتركنا كنا مجموعة من المعلمات ومعنا كتاب في نشر كتاب، لكن هذا الكتاب سبحان الله نشر السنة الماضية. يعني هل السنوات، لأنه نحن يجب أن نحصر الأعمال في آخر 3 سنوات تعليمية، هل هذا الشيء يطبق كمان على نشر الكتاب، ينطبق عليه؟ يعني ممكن أن يكون من 4 سنوات لكن ليس بالسهولة، يعني إعداد كتاب ونشر كتاب والحصول على موافقة لنشر، لأنه نشر الكتاب هو ليس بالموضوع السهل. يعني صحيح. ما يا عزيزتي يعني أتوقع أن يعني ما ذكروا السنة بالنسبة لله، ما أعتقد رأيه. المهم أنه في مشاركة، يعني مثل ما قلتي يعني تأليف كتاب ليس بهذه السهولة، يعني يمر بمراحل عديدة جدا. أرفقي وإن شاء الله أنه راح تأخذين عليه هذا، يعني هي يعني شغلت وليش لا. أوكي. معلش طلب آخر لكن ليس سؤال، طلب يعني أتمنى فقط يعني عن جد فصل المدارس الخاصة عن المدارس الحكومية. هذا طلب وليس بسؤال، لأنه يعني نحن كمدارس خاصة لدينا تحديات خاصة نوعا ما بعيدة عن منهج الوزارة ومدارس الوزارة. فإن كان بالإمكان نرفع يعني فصل، نتمنى والله نتمنى. وشكرا لحضراتكم وألف مبارك لأستاذة سماء زكي الفائزة، وإن شاء الله يعني نكون في منصات التكريم في السنوات القادمة. إن شاء الله. جميعا إن شاء الله. حياكم. شكرا غاليتي. شكرا. أستاذة لنا الحين عندنا 15 سؤال في الرينز هاند. أوكي يلا خلاص كملي. تمام. شكرا أستاذة. الحين عندنا سعاد علي. سعاد أو سعدة علي. أيوة تسمعيني؟ أيوة. تفضلي. أيوة اسمي سعادة. سعادة حبيبتي تفضلي. يلا إن شاء الله ما بطول. أنا بس سؤالي بالنسبة إذا أنا عندي أوريدي، أنا عندي سلسلة منتهية منها قصصية، بس بعد أنا عندي مطلوب 2 يعني تأليفين، بعد أنا عندي كتاب مخلصة فيه مقابلات بس بعد يعني ما بديت فيه وبرعاية الجامعة، فهل أقدمه أكتب يعني عن هالشي مع أدلة؟ هاي نصيحة شخصية. نعم. زين. السؤال الثاني عشان ما أطول، هل الأفضلية يعني في شكل تقديم للملف أنه يكون وورد ولا باوربوينت ولا عادي؟ من تجربة شخصية أفضل تسوينا PDF. زين. أو إذا تحبين تحولين، يعني إحنا صراحة بالتعامل مع الكثير من المرشحين الباوربوينت يحطون فيه صور ويرفقون فيه الكثير، يعني على بالهم أن كذي راح يكون حجم أصغر. في الحقيقة أن يعني الباوربوينت مع الصور مع يستوي حجمه جدا كبير. أفضل أنا شخصيا أفضل PDF. اللي هو وورد يكون وبي دي اف. والله على حسب انت شو، بس انت شوفي كيف الاستماره وكيف ترفقين كل بند، واذا قدرتي ترفقين يعني تحولينهم بي دي اف. صراحه انا اشوفها يعني هاي من تجربه تقنيه، يمكن مش شيء يعني ان افضل البي دي اف، اسهل وما يتغير وما يستوي في شيء ويوصلك نفس ما انت تحطينه. زين. آخر سؤال إنه هل اللهم صل على محمد، لو أنا اشتركت بأكثر من فئة عادي ولا أستبعد؟ ما أعتقد إنه يحق لك غير فئة واحدة. يعني بس فئة واحدة. نعم. لكل دورة فئة واحدة.
يعني مثلا ما شارك في البحث، بس في البحث ما شارك بعد في المعلم المتميز؟ لا. على خير ان شاء الله، احسن لك بعد كذي، ركزي على شغله واحده. ايه هو افضل، صحيح، على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا، حياكم. الأستاذة لبنى، أستاذة لبنى خليل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أشكركم على هذه الورشة. سؤالي هو بالنسبة للملف، هل ملف الباوربوينت، وتفضلت أنه البي دي اف أفضل، مع استمارة المشاركة، يعني استمارة المشاركة منفصلة عن الباوربوينت، لأنه أنا لاحظتها كأنها باوربوينت. يعني هل ملف الباوربوينت أو البي دي اف مرافق للاستمارة، يعني تم تعبئة الاستمارة مع تعبئة الباوربوينت، صح؟ صحيح، أعتقد أن كلامك صحيح، بس أنا خليني أشوف الاستمارة. أنا أول مرة أقدم بصراحة بالنسبة للجوائز، لذلك يمكن سؤالي يكون بسيط بالنسبة لباقي المتقدمين، ربما لهم تجربة وخبرة سابقة في التقديم. أنا صراحة ما قدمت عشان أجاوب، بس ممكن أسمع، ولا سماء، أنا عارفة أنا كنت أناديها أسمع طول الوقت، سماء ممكن تفيدنا في الموضوع إذا كانت ما زالت موجودة. سماء حاليا مش موجودة. أوكي، ممكن الأسئلة بعد إن راح إن شاء الله ناويين نحط frequently asked questions، اللي هم الأسئلة الأكثر الأسئلة شيوعا، وأي سؤال ممكن تدرجينه في الشات، وبعدين إن شاء الله راح تطلع قائمة كبيرة بكل الأسئلة اللي موجودة حاليا في الشات، واللي راح يطرحونها إن شاء الله الزملاء، وراح يصدر على أساسها مثل كتيب الأسئلة الأكثر شيوعا، ممكن نحط سؤالة من ضمنهم. ومن أين نحصل على الكتيب الأكثر شيوعا؟ أكيد راح يكون في الجائزة نفسها، في موقع الجائزة إن شاء الله. جزاك الله خيرا، خليك متابعة معانا أستاذة لبنى إن شاء الله. شكرا لك. أستاذة جميلة، شو رأيك نوقف شوي، نبدأ في نجاوب على أسئلة الدردشة، أو تبين نكمل بنفس الطريقة؟ أنا والله أنا مريت على الأسئلة، في أسئلة وايد خاصة بكيفية التقديم، وفي تعليقات، في سؤال عن البيئة الصفية، مكتوب البيئة الصفية حالياً عن بعد وتعتمد عن أعمال البيئة في الاجتماع. الحين أنا بالنسبة للبيئة الصفية، يعني حتى البيئة الصفية عن بعد يعني في إلها مواصفات، وفي إلها يعني استراتيجيات معينة، حتى يعني المعلم كيف يستخدم التيمز، ميزات التيمز، يعني مثال على ذلك، باستطاعة المعلم أن يفصل الطلاب إلى مجموعات، يحولهم إلى مجموعات للعمل ضمن مجموعات تعاونية، يستطيع المعلم أن يرفق لوائح السلوك ولوائح والقوانين اللي خاصة فيه عن طريق التيمز ويحط البوست، يستطيع المعلم أيضا أن يعني هناك الكثير من المميزات اللي ممكن أشوفها كبيئة صفية، يعني هل إذا بعدين إن شاء الله تأهل الشخص وكان ما زالت فيه تعلم عن بعد، فرضا يعني حضروا له تعلم عن بعد، بإمكان المعلم أن يظهر كيفية تفعيله للطالب وكيفية مراعاتهم، طريقة التحدث إليهم، مثلا فيما يخص بالتنمر الإلكتروني، ما يخص بال يعني كل الأشياء اللي تكلمنا عنها ممكن تكون بسهولة ممكن مراعاتها في بيئة التعلم عن بعد. ملاحظة أن أيضا لا تنسون أن هذا 3 سنوات بإمكان المعلم أنه يبرز أيضا ما قام به قبل التعلم عن بعد، يعني ويكون أفضل لو أرفق الاثنين، يعني التحديات ما قبل التعلم عن بعد وأثناء التعلم عن بعد، وأيضا في أشياء ما بعد التعلم عن بعد أيضا. الحين إذا راح نتكلم في الفترة القادمة عن ما بعد التعلم عن بعد، فشو المعلم يعتقد أنه راح يصير فيما بعد ذلك. بعد هناك استفسار عن البيئة الفيزيائية، اللي هي يعني كيف عادي يا عزيزتي، يعني ممكن المعلم أحيانا يعني يرفق صور أو يرفق طريقته،
أحياناً تخطيط المعلم دليل له، يعني دليل المعلم عندما يكتب في مخطط أنه سيستخدم كذا وسيقوم بإعادة مثلاً ترتيب الصف بحيث أن الطلبة يقومون بكذا وكذا، هاي أحد الأدلة، الصور أحد الأدلة. ما يهمني أن المعلم يفهم ما سبب استخدامه لنوع البيئة الفيزيائية أو المادية اللي قاعد يستخدمها، ليش استخدمها الطريقة، شو يريد منها، تناسب أي مخرجات، ما هو الهدف منها، ثم ما هو الأثر ما بعد ذلك. يعني مهم جدا أن المعلم أيضا يتحدث عن الأثر لاستخدامه لاستراتيجية معينة. أستاذة، في بعد سؤال من عهود النعيمي، إذا حابة أفتح المايك. تفضلي تفضلي عهود. أستاذة عهود. نعم حبيبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، تفضلي أستاذة. الغالية، أنا معلمة رياضة أطفال، فعندي سؤال، يعني ممكن عدة أسئلة تتعلق بالتقييم، بالتقييمات والاختبارات. نحن ما عندنا شيء اسمه اختبارات، بس عندنا تقييمات دورية، وبناء على هالتقييمات نسوي تحليلات تكون في نهاية الفصل. فكيف بتكون الآلية؟ لأني لاحظت العدد النقاط كبيرة على تحليل الدرجات. نعم، التحليل يعني مش بالضرورة يكون درجات يا عزيزتي عهود، يعني ممكن تحليل المهارات. في عندكم أنتو تقييم، مثل ما أنت قلتي، تقييم معين، الطالب أتقنها أم لم يتقنها، وما درجة إتقانها، صح ولا أنا غلطانة؟ هي صح بالضبط. أنت شفتي أحياناً في من، يعني شفت قبل معلمة رياض أطفال تستخدم شيء اسمه الشبكية، شبكة مسوية داخل الأكسل، تحط فيها المهارات وتشوف مدى تقدم كل طالب، كل مرة تحط تقدم الطلاب، بناءً عليه صار عندها مثل شبكة عنكبوتية بأسماء الطلاب، مش يعني شبكة عنكبوتية حقيقية، مش عنكبوتية يعني الانترنت، بس إن شبكة الطلبة يعني يقعون في مواقع مختلفة. هذا نوع من أنواع التحليل، يعني بين لي إن طلبتك أنجزوا مهام، مدى إنجازهم، وبناء عليه أنت شو اتخذتي من إجراءات يا عهود. يعني أوكي، اكتشفتي إن طالب KG 2 مفترض أنه قادر على التواصل الاجتماعي مثلاً، أنا بس كذي أقول ترى ما مش متأكدة من المهارة نفسها، لكن عنده قدرة، أنت عندك بنود معينة تأكد لك على أن في تواصل، أنها قادر على التواصل الاجتماعي، مثلاً في تواصل بصري، يستجيب مثلاً للمعلمة، يجيب على الأسئلة، يبدي رأيه بسهولة. أنا أعطيك بس معايير مختلفة، أنت بتحطين هذيل على شكل تحليل، وبتبينين ده الطالب هذا أو كل طلبتك وين أنجزوا، وين وصلوا من هالمهارات، وفيما بعد ذلك شو الخطط اللي حطيتيها، وشو الاقتراحات والريكومنديشنز اللي ممكن تعين طلابك أنهم يحققون الأهداف أو يحققون المهارات الناقصة عندهم. أيوة وضحت، جزاك الله خير الغالية. الله يحفظك.